بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكل مشاهدينا ومتابعينا وحلقه جديده من اسال مع دعاء. حلقتنا النهارده قد تكون مختلفه في البدايه لكنها مش مختلفه ولا حاجه، الموضوع نفسي واجتماعي بحت. احنا هنتكلم النهارده عن الصديق وقت الضيق، الصديق وقت الضيق ووقت الفرح ووقت الوحده ووقت السهر. ايه اكتر حاجه ملازمه لينا في هذه الاوقات؟ الاكل. الصديق وقت الضيق هو الاكل، الناس تتضايق تاكل، الناس تفرح تاكل، الناس تخرج تاكل، الناس تسهر تاكل، الراعي الرسمي لاي فيلم شغال هتقعدي كده من غير حاجه على الاقل هتأزأزيلك اي حاجه. اكتشفوا انه الاكل ده مرتبط بالمشاعر، يعني في حاجه اسمها ايموشنال ايتنج او يعني الاكل العاطفي. انت يعني مكتئبه بتفتحي الثلاجه، متضايقه بتفتحي الثلاجه. ففكره الرجيم او فكره انك تعملي رجيم او انك عايزه تقللي اكلك، الموضوع نفسي بحت واراده في الاول وفي الاخر. وليه الناس بقى بيتجهوا للعمليات وشايفه انها ما عندهاش اراده ومش قادره ومش عارفه وكده، وناس تانيه قادره وعارفه تعمل ده وبتتشجع، وناس تكمل وفي نص الطريق تقع وتحبط. كل دي عوامل نفسية احنا عايزين نتكلم عليها ونفنطها ونحطها قدامنا. ليه بنتجه للأكل في كل الأوقات؟ فرح، وحدة، زعل، اكتئاب. نسأل بقى مروة الصعيدي. ازيك يا مروة؟ ازيك يا دعاء، عامله ايه؟ انت عارفه المشهوره قوي اليومين دول موضوع الاكل كتير قوي بالليل، ده بنسميها جريمه نص الليل. تلاقي أيوه. نفسك بعد الساعه 12 كده عماله تاكلي. بس الفكره يا جماعه مش في اننا بناكل عشان جعانين. هتلاقي ناس كتير قوي دلوقتي زي ما انت قلتي بالظبط، هي بتاكل ومش عارفه هي بتاكل ليه، بتاكل كتير زهقانه وتروح لدكتور الدايت، انا اتخنت جدا. هي المشكله ان انت حتى لما بييجوا يعملوا دايت مش بيلاقوا النتيجه المرضيه. ليه؟ لانه الاكل او الجوع العاطفي، انا باكل عشان اخبي شعور مش مريحني، انا حاسه بحاجه مش مريحاني. وغالبا الحاجات دي لان احنا اتهمنا فيها المشاعر السلبيه انها سلبيه، لا هي مشاعر مهمه بس هي مش مريحانه. وتلاقي معظم الناس تاكل عشان زهقانه، بتاكل عشان حاسه بوحده، بتاكل علشان متوتره قوي، بتاكل عشان بتفكر كتير. كل ده حاجات مش مريحاني، فبلجا ان انا اكل ازقز اي حاجه. ليه؟ لانه انا عايزه الهي نفسي، والاكل هو اسهل حاجه ممكن ابقى مدمنه على الاكل لانه موجود. انا مش هتعب في ان انا اروح اجيب مخصوص ولا اقعد ادور عليه، لا هو موجود. والناس بيوصل عندها الموضوع ان الاكل بيبقى مرتبط ارتباط شرطي. يعني مثلا في ناس بقت تقولك الخروج يعني ناكل. طبعا. ايه ده المسلسل او الفيلم اللي انا متابعاه او المسلسل اللي انا متابعاه حتى على التلفزيون، احنا ببقى هنعمل كيك وشاي، هنعمل لب ومش عارفه ايه. انا مثلا ولادي متعودين على كده للاسف، وعاده بشعه اتعودوا عليه انه ما ياكلوش غير لما يفتحوا حاجه يتفرجوا عليها. فالغدا لازم قدام حاجه، ما يعرفوش ياكلوا كده، يعني نقعد على السفره طيب وكده، لازم حاجه يفتحوا حاجه يتفرجوا عليها، ويقول لك لا مش فتلاقيه مثلا حاطط الاكل قدامه ومستني حاجه. هو انت ما تاكل يا ابني؟ لا مستني، ما مش عارفه ايه يجي او مش عارفه ايه يفتح او كذا يبدا. بالظبط. عايزه اقول لك ان السن ده حتى، طب انا هقول لك على حاجه، ده كده كويس هم قاعدين قدام التلفزيون، احنا لما بنبقى قاعدين بناكل مع بعض حتى ولاد اخواتي الصغيرين كل واحد حاطط قدامه الموبايل وفاتح حاجه بيتفرج عليها، او اللابتوب. بتحسي بدوشه. بدوشه واحنا بناكل. ليه؟ مش هعرف اكل غير كده. ايوه دي أسوأ عادة. لأنك لما بتاكلي قدام التلفزيون أو قدام حاجة لاهياكي، انت بتاكلي كميات أكتر من احتياجك، لأن عقلك مركز قوي في اللي بيتفرج عليه. طبعاً. فإحساس إن أنا شبعت ده ما بيوصليش في الوقت الصح. فبتفضلي تاكلي تاكلي تاكلي، انت مش حاسة انت كلتي كمية قد إيه. فدي من أسوأ العادات اللي فعلاً دايماً نقولك ما تاكليش قدام التلفزيون، ما تاكليش قدام حاجة تلهيكي، ركزي في الأكل علشان تمضغي بالراحة فتحسي بالشبع والامتلاء. فدي برضو مشكلة كبيرة جدا. بعد كده يا دعاء بنيجي نشوف مثلا انا مش عارف اكمل الدايت. ليه؟ لان انت ماشي على دايت عشان انت بتفكر ان وزنك زايد، لكن انت ما خدتش بالك هو وزنك زايد او انت بتاكل ليه عمال على بطال. يعني مثلا اما تيجي حد من بناتي او ولاد او حد من صحابي، انا هقوم اكل. طب استني انا هعمل لك اختبار صغير، هنشوف انت هتاكلي عشان جعانه ولا عشان زهقانه. اشربي كوبايتين ميه.
لو حسيتي انك مش جعانه يبقى انت كنت قايمه تاكلي لانك زهقانه. ايوه صحيح. بس لكن لو شربتي كوبايتين الميه، متلازمه الزهق مع الاكل. بالظبط بالظبط. شعور الزهق جاي منين؟ يمكن انا لما ادور على الشعور او ابقى عارف كويس او انا باكل ليه، هعرف اوظف الشعور ده انه يبقى في صالحي. يعني اللي بياكل علشان حاسس بالوحده. طب انا لما اقعد افكر انا باكل عشان حاسس بالوحده لان انا زهقان، احساسك بالوحده ده جاي ليه؟ ما هو ده مش شعور وحش، اه هو مش مريح، بس هل جاي عشان انت مش عارف تتواصل مع اللي حواليك؟ مش عايز تتكلم مع حد، ما عندكش صحاب، مش بتعرف تعمل علاقات؟ هو بصي، في مليون حاجة ليها بديل. بالظبط. يعني مثلا ايه، التلفزيون العيال بقى إيه، الخروج بديل له، او مثلا الشاشات، فنقول للامهات يعني لعبيهم رياضة، خرجيهم يجروا بعجل، يصيفوا، ينزلوا البحر، كل حاجة ليها بديل. الاكل بديله ايه؟ الاكل بديله ايه دلوقتي؟ الاكل ملوش عايزين له بديل، بديل، ملوش بديل. احنا بناكل نعمل ايه؟ عشان نعيش، بس لو انا ناوي اكل كتير عشان الزهق، في مثلا ناس لك ان تتخيلي ان هي بتحس بالسعاده مش من الشوكولاته، من المخبوزات. دي كارثه، هو طبعا دي زيها زي ال دي كارثه. زي الشوكولاته، زي الحاجات بالظبط. الحلوه، انها بتحول لسكريات. ايوه، فبتعلي هرمونات السعاده، ما هي كمان بتعلي معاها الفاتس، لانه هي دقيق وزيت وخميره، فبتدخل تبهدل الدنيا، كمان بتبهدل الدنيا اصلا في الجهاز الهضمي. فطيب انا عايز اكل وخلاص، تمام ناكل وخلاص، بس مش لازم اكل الحاجات اللي انا عارفه انها يعني هتبسطني وهتضيع الزهق، بس هتزود وزني.